أكل الولد التفاحة. أكل الولد التفاحة. بشو ملهي؟ ركز معي هون، اقرا هون. عم بقرا. أنت اللي عم تقرا ولا أنا اللي عم بقرا؟ هجيلي هيدي الكلمة. هيدا حرف التاء، حرف التاء. اقرا لي الحرف اللي بعده. ع. والحرف اللي بعده شو هو؟ ب. هجيلي الكلمة كلها. ثلب. ثلب ولا ثعلب؟ ثلب. كثير زهنك غليظ، كثير زهنك غليظ. فرح غليظة. فرح غليظة؟ يا ريتك شاطر مثل أختك فرح. لا فرح هي غليظة. طيب اسكت لشوف. فرح تسكت. فرح تسكت؟ فرح نايمة جوا، شو بدك بفرح؟ جيب لي كتاب الفرنسي لشوف، جيبه. شو هاي؟ ساعة وأنا أقول لك جو جو جو. طيب جو. وهيدي شو؟ تو تو. هيدي تو. خلص أنا تلفت وتكفوا أعصابي. مرحبا حنان. يعطيك العافية. ها؟ شرف حبيبك. شو بكي بتضلك مشكلتيها معه للصبي؟ انه ما معك خبر، ساعات وساعات بالدرس وما بنخلص درس ودرس. بدك طولي بالك، كل شيء بالرواق بيصير. شو حبيبي شكلك تعبان، قوم غسل وفرش اسنانك ونام، يلا تاخر الوقت. صباح الخير بابا. وانت من اهله حبيبي. هي نام وهو مش مخلص دروسه. والله ما بعرف شو بدي اعمل بعد. طيب هو شو ناقصه؟ عيدناه صف الاول لانه عطلته 4 أشهر بالتمهيده. قلنا بيطلع اقوى من صفه. هي ذاتها بالقوة توصل على الصف الثاني ابتدائي. طيب هدي اعصابك، القصة ما بدك الا الان. بدك تروقي، بده يكون بالك طويل. بعدين تعلم او ما تعلم، منا اخر الدنيا. ايه، انت دلعه قد ما فيك، اوعى تحكي لك شي كلمة تنقص من قدره. انا خايفانة على مستقبله. خايفانة بعدين يكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. حنان روقيها. بدك تطولي بالك عليه للصبي. بعدين برجع بقلك. نتعلم او ما تعلم، كل شيء له حال. اهلا وسهلا بالست انفادي، تفضلي ارتاحي. شكرا. حبينا نحطك بجو فادي بالمدرسه، بلكي فينا نتعاون. خير، شو القصه؟ بدي اقول لك مدام انه ابنك ما عم بيركز ابدا ولا عم يقدر يستوعب. يعني مثلا بتكون المعلمه عم تشرح الدرس، بيكون هو شارد، عم يلعب بالقلم، عم يعمل اي شيء. يعني ما عنده اي اهتمام لاي شيء. بس تحكي المعلمه بقول لك باردون مدام، انا كثير بحبك، ما بعيدها. وبيرجع بعيدها. على كل حال انا مش مشان هالشيء بس بعدي وراكي. شو في كمان؟ في قصه الشله. الشله؟ ابنك متعرف على شله هالسنه ورشه. يعني مثل حكايته. والظاهر ماشي على ممشيها. يعني عاملين عصابه. عصابه بالمدرسه. ما بخبي عنك مدام انه المعلمات بعض الاحيان عم ينجبروا يضربوه ويضربوا رفقاته كمان. لانه هذا الشيء ما بينطق. والله ما بعرف شو بدي اقول. انا كنت عارفه انه عم يضربوه بس كنت متغاضيه عن الموضوع لاني بعرف ابني وشقاوته. ما عم ينفع معه شيء. إذا بقول له أختك شاطرة بيروح بيضربها. بعيط عليه بضربه وبعصي، ما عم ينفع معه شيء. ما عارفة شو بدي أعمل. أنا مقدرة مجهودكم وتعبكم. إذا في شيء أسلوب تربوي معين دليني بعمله. ما فكرتي تعرضيه على حكيم نفساني؟ بصراحة بالفترة الأخيرة فكرت كثير بالموضوع وقررت إني آخذه. يا ريت يا مدام يا ريت. لأنه اللي عم يعمله بالمدرسة ما بينطاق. والحقيقة في خوف كتير على نجاحه هالسنة بالمدرسة. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. ألو؟ إيه حنان؟ شو عملتي؟ شو؟ حكيم نفساني؟ مش غلط، المهم نخلص من مشاكلك أنت وياه. طيب هلا سلامتي. قلتي لي خضع لاكثر من عمليه جراحيه وقت بسنه واحده؟ ايه نعم،
وقتها بالصف الاول ابتدائي. مرة خلال فترة بعيد عن المدرسة. السنة الماضية كمان عطلته عن المدرسة شي 4 أشهر وهو بصف التمهيدي. كنت وقتها حامل باخته، كان عندي ظرف صحي فاضطريت اخده معي عند اهلي. دخلك والده كيف بيتعاطى معه؟ والده كثير مدلل بعكسي انا، انا بقسى عليه لاني بخاف على مصلحته. بدك تقولي انك بتعامليه بطريقة مغايرة لوالده؟ مظبوط، بس خايفانة تكون طريقة بيو هي اللي عم تنزع على الصبي. ما شرط. اخته كيف وضعها؟ كيف تركيزها؟ كثير منيح، بس احيانا بقول له ليك اختك شو شاطرة، شوف اختك شو عم تعمل، بيروح وبيضربها كأنه بغار منها او ما بحب حدا يعايره فيها. طيب بعدك هلا مثل ما انت معه صارمة؟ بصراحة حسيت انه اسلوبي ممكن يكون شوي عم بيأثر على معنويات، فبطلت جيب سيرة اخته بالمرة. طيب ممكن تمرقي لعندي خليني اشوفه؟ اكيد، انا بهمني اعرف شو اسمه، وعلى القليل يقدر يوصل مستقبلا لمستوى تعليمي مثل العالم والناس. هلا ما فينا نقول شيء غير لنشوف. شو بك منرفزه؟ ما بيني شيء. طب شو بنعمل، بنقتل حالنا؟ قال بده معامله خاصه، عم نعامله هيك. انه شو المشكله هلا؟ هو هيك ما بيستوعب. يا خليل ما عم يتقدم ولا درجه رحجان. يلا بنعمل مقتم. في شيء قادره تعمليه انت وما عملتيه؟ والله ماني عارفه شو بدي اعمل، لو كنت عارفه كنت عملت. شو؟ طمني دكتور. اول شيء بطمنك منه اسلوب والده اللي مخليه هيك، ولا التعارض بين اسلوبك واسلوب والده وصلوا للي هو فيه، ولا قصه غيابه عن المدرسه لفترات بطفولته. يعني ظلمت حالي؟ يعني هيدا يمكن تحميل اهل انفسهم لعقده الذنب، كتار بظنوا مثل ما حالتك بتظني. المهم خليني احطك بالجو شو طلع فادي. حاصل الذاكره عنده 81، يعني بتقدير بطيء. اما بخصوص الذاكره فهي متوسط الادراك. هيدا شو بيعني؟ هيدا بيعني انه فادي بيحتاج لتعامل خاص معه. بس انا حطيت له معلمه خاصه وما مشي الحال. شو اللي تغير؟ ما تغير شيء. الفرق الوحيد انه بدل ما انا اصطدم مع فادي صارت المعلمه تصطدم معه، لانه بطل درسه. بس الصعوبات اللي كنت واجهها هي ذاتها لقيت المعلمه مع فادي. صراحه مدام انا بنصحك ما تعولي كثير على مستقبله العلمي، المهم يقطع صف الخامس واحسن له يفوت بالمجال المهني، يعني هذا اللي مبين معه. ما عدت اعرف كيفيه التعامل مع فادي، ولاني خايفانه على مشاعره صرت اتركه بحاله حتى ما زيد من عذابه وعذابه، لانه بخاف على مستقبله. بحس انه هيدي الاشياء كلها عم تصير ممكن تاثر بعدين بحياته سلبيا. من هون توجهت لكم تنقل المخاوفي وهوجسي هي المستقبل ومستقبل ابني. من هون بسال، بظل والد بيعطيه تعليمات تربويه خاطئه من وجهه نظري، لانه بيتركه يعمل كل شيء بده اياه من دون توجيه ولا تصويب. بظل هالاختلاف عم فتش عن اليه لعلاج فادي وعن كيفيه للتعامل معه وعن شكل العنايه اللازمه، وبسال شو يعني عناية من نوع خاص؟ وهل فعلا بيحتاج فادي لمدرسة متخصصة أو خاصة؟ وشو خصائص هالمدرسة؟ بسألكم كيف رح يكون مستقبل ابني اللي عم بسعى بكل ما منحني الله من قوة وقدرة لكون بجانبه ولخليه بمصاف المتفوقين، بس ليحصل على الحد الأدنى والمعقول والمقبول؟ بختم لأقول هل أنا وحرصي وخوفي عليه والظروف اللي مرق فيها وطفولته السبب اللي حصل وعم يحصل مع فادي؟ أو إنه مسألة وراثية عند فادي مع أنه أهلي وإخواتي كلهم متفوقين وواصلين لمراكز جمعية مشهود لألهم فيها؟